السلام عليكم ورحمة الله. هنشرح الضرب في 10 و100 و1000 والقسمة على 10 و100 و1000. عندي هنا بعض الأمثلة المختلفة، تعالى نشوف مع بعض. 2.15 في 10، أما أجي أضرب كل الضرب ده بنحرك العلامة العشرية أو بنعمل إزاحة للعلامة العشرية ناحية اليمين، يعني بنحركها يمين. الضرب بنحرك يمين، القسمة هنحرك ايه؟ شمال. بتحرك بعدد الأصفار، يعني انت عندك هنا 0 1، بتشيل العلامة من مكانها بتطلعها رقم 1، بنعد من أول المكان الأصلي بتاعها. يعني هنا العلامة بين الاتنين 1 هتطلع رقم 1، تبقى بين 1 و5، بقت الأرقام بتاعتي زي ما هي والعلامة بتاعتي بين 1 و5. طيب 2.15 هنضربها في 100، بنحرك العلامة رقمين برضو ناحية اليمين. أنا عندي 100 يعني 0، يعني اتحرك رقمين قدام، أدي 1 2، يعني العلامة تطلع قدام، والعلامة لو طلعت قدام ما عادش ليها لازمة، بقى العدد عندي 215 صحيح. هنا برضو 2.15 نفس العدد، هنضربه في 1000، نحرك العلامة 3 أرقام. طب أنا ما عنديش إلا رقمين، ما عنديش الا رقمين، وانا هحرك العلامة 3، تمام؟ هتحرك 3 وانت ما عندكش الا رقمين، تاني مرة نحط كمان 0، يعني انت لو طالما ما عندكش ارقام احجز بصفر على طول. يعني هنا هتبقى 2.15 وهنزود 0، انت هتحرك رقمين، ادي 1 2، تقوم حاطط هنا ايه؟ 0، بالمنظر ده كده، يعني عندك 2150. بالنسبة للقسمة على 10، بحرك العلامة رقم ناحية اليسار، هيبقى هنا العلامة كانت بين 1 و2، هتبقى بين 1 و2 اللي في الشمال دول، هتبقى 5 1 2، والعلامة العشرية والواحد الصحيح. برضو هنا حرك ناحية اليسار رقمين، لأن أنا عندي 0، هتبقى نفس العدد زي ما هو، هتحرك رقمين ناحية الشمال، يبقى العلامة تيجي هنا وراء الواحد، تمام؟ برضو هنا هنحرك 3 أرقام، هنا أنا ما عنديش إلا رقمين، وأنا هحرك ناحية اليسار 3 أرقام، أحجز بصفر وأكتب إيه العلامة بتاعتي، يبقى أدي 15 وأدي 12 بتاعتي، أو 1215، وأحط 0 وإيه وعلامة. هنا العدد هنا من غير علامات، أي عدد صحيح علامته قدامه خالص على اليمين، بحط العلامة بعد رقمين، تبقى 1.51. برضو لو أنا عندي 1 وعلامة 1.51، هنقسمها على 100، المفروض أحرك رقمين ناحية الشمال، مفيش إلا رقم 1، يبقى أحجز بصفر وأحط العلامة. برضو العدد الصحيح كذلك، مفيش فيه إلا العلامة العشرية قدام، بحط العلامة بعد رقم أو حرك العلامة ناحية اليسار رقم، تبقى 1.2. 10.